بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. درسنا لهذا اليوم الأشكال الرباعية. فكرة الدرس أتعرف خصائص الأشكال الرباعية. المفردات هي عبارة عن شكل الرباعي والمستطيل والمربع ومتوازي الأضلاع وشبه المنحرف والمعين. بداية، ما هو الشكل الرباعي؟ هو عبارة عن شكل مضلع له أربعة أضلاع وأربعة زوايا. ضروري أن تعرفي هذا الشرط، له أربعة أضلاع وأربعة زوايا. يمكن تصنيف الأشكال الرباعية وفقا لواحدة أو أكثر من الخصائص التالية. ممكن أن نصنفها وفقا لتطابق أضلاعها، ممكن لتوازي أضلاعها، ممكن لتعامد أضلاعها. نبدأ في المفهوم الأساسي. نبدأ أولا من أول مسمى من مسميات الأشكال الرباعية، المستطيل. المستطيل هو عبارة عن شكل رباعي كل ضلعين متقابلين فيه متطابقين، يعني لها نفس القياس، وجميع زواياه قائمة، وكل ضلعين متقابلين متوازيين، أي لا مستحيل أن يتقاطعان أبدا. المربع، لاحظ هنا هذه الإشارة جدا مهمة، إشارة المربع الصغيرة هذه تعني أن الزاوية قائمة. المربع هو عبارة عن شكل رباعي جميع أضلاعه متطابقة وجميع زواياه قائمة، وكل ضلعين متقابلين متوازيين، يعني مستحيل أن يتقاطعان، يعني هذا الضلع مقابل لهذا الضلع فهو موازي له، مستحيل أن يتقاطعون. أما متوازي الأضلاع، عندنا كل ضلعين متقابلين متطابقين، يعني فقط هذا يطابق هذا ويوازي، وهذا يطابق هذا ويوازي. المعين، يشبه كثيرا المربع ولكن يختل شرط، اللي هو شرط الزوايا القائمة، جميع أضلاعه متطابقة وكل ضلعين متقابلين متوازيين. واضح؟ آخر نوع هو عبارة عن شبه المنحرف، له ضلعان فقط من أضلاعه متقابلة متوازية، فقط ضلعان، يعني هذا فقط ضلعان متوازيين. واضح؟ طيب، تعالي نبدأ في حل التمارين. صفي الأضلاع التي تبدو متطابقة في كل شكل رباعي مما يأتي، ثم اذكري ما إذا كان أي من أضلاعه تبدو متوازية أو متعامدة. نبدأ في السؤال واحد. لاحظ معي الشكل واحد، نلاحظ أن الزوج من الأضلاع هذا هو، لاحظ هذا وهذا متوازيان، مهما امتدينا لن تتقاطع. إذن زوج واحد فقط من الأضلاع المتقابلة متوازية أو متطابقة. اللي هو الزوج هذا والزوج هذا. طيب، أيضا في ملاحظة أخرى أنها متطابقة ومتوازية. واضح؟ أو نقول، دعينا نكررها أيضا. وزوج من الأضلاع المتقابلة متوازية، الزوج فقط اللي هو متوازن. واضح؟ طيب، تعالي نشوف سؤال ثاني. سؤال اثنين، ماذا تلاحظين؟ نلاحظ أن جميع الزوايا قائمة، والأضلاع المتقابلة متساوية أو متطابقة ومتوازية. إذن نقول الأضلاع المتقابلة متطابقة ومتوازية. أيضا هنالك
والأضلاع المتجاورة. متعامدة. ماذا يقصد بالأضلاع المتجاورة؟ يعني هذا الضلع جوار لهذا الضلع، فهو عمودي عليه. واضح؟ واضح؟ طيب. في السؤال 3، أوجد عدد الزوايا الحادة في كل شكل رباعي مما يأتي. الزوايا الحادة هي عبارة عن زوايا أقل من 90 درجة. هذه الزاوية وهذه الزاوية أقل من 90 درجة، بينما الزوايا الأخرى أكبر من 90 درجة، فهي زوايا منفرجة. إذن نقول عدد الزوايا الحادة 2. طيب السؤال 4، عدد الزوايا الحادة، هذه فقط هي زاوية حادة، إذن نقول 1 والباقي قائم ومنفرج. طيب السؤال 5، لا يوجد زاوية واحدة حادة، لا يوجد زوايا حادة، كلها زوايا قائمة، هذه كلها زوايا قائمة. طيب أوجد عدد الزوايا المنفرجة في كل ما يأتي. منفرجة، لاحظي طلب منفرجة، إذن هي زوايا أكبر من 90 درجة، هذه زاوية منفرجة، إذن هذه زاوية منفرجة، إذن يوجد زاويتان. هنا جميع الزوايا قائمة، لا يوجد زوايا، إذن نقول 2، وهنا لا يوجد زوايا منفرج. واضح؟ هنا لا يوجد زوايا منفرجة. نتوقف هنا يا صغيراتي، ونلتقي بإذن الله في درس جديد. إلى اللقاء.